gaba Ummu Kalsum Muhammad Isa daga jahar Neja. Biriwayat Hafsa dan Ansa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا خمس نساء وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقى
يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ودانية عليهم دانية إبهاو الحلقي وذللت قطوفها تذليلا مد العوض ويطاف عليهم بآنية إخفاء الشفوي من فضة وأكواب فضة و غام ناقص قوارير من فضة قدرها تقديرا القاف والقلة الصغرى بارك الله فيك